ازيكم؟ بنستكمل مع بعض another discussion of English language، وبنستكمل في الكتاب on page 23 23 بالتحديد في unit 27 بعنوان notices. بنشوف مع بعض مجموعة من العلامات أو الإشارات notices والdefinition بتاعها، أو هي المكان الأنسب ليها بيكون إيه. فمثلا عندي أول واحدة no vacancies، يعني مكان فارغ. Parking strictly prohibited، يعني محظور بشكل شديد ان احنا نركن هنا. Trespassers will be prosecuted، يعني المتعديين على المكان دوت هيتم محاكمتهم. No change given، يعني مفيش coins وعملات صغيرة. change يعني اللي هي الفضة او العملات الصغيرة. Permit holders only، يعني الحاملين للإذن فقط. All major credit cards accepted، يعني كل بطاقات الائتمان أو الكريدت كاردز الكبيرة هي اللي بيتم استقبالها هنا. Cyclists dismount here، يعني راكبين العجل أو اللي هم السائقين للعجل متاح لهم هنا. Self service، يعني الخدمة أو اخدم ذاتك. Pay and display، يعني ادفع مقابل الشو أو مقابل الفود. تعالوا نشوف مع بعض أول واحدة. One people going onto land without permission، يعني الناس اللي داخلين على منطقة الأرض دي من غير أي إذن، فنقدر نحط لهم أي إشارة من دول أو أي نوتس من دول. بالضبط إحنا هنختار permit holders only. permit holders only يعني حاملين الإذن فقط. طيب two in a way that must be obeyed completely، يعني بشكل كامل لازم يتم طاعة هذا الأمر. ها strictly prohibited اللي فوق strictly prohibited. طيب رقم 3 get off something that you ride cyclists cyclists. رقم 4 rooms in a hotel that are not being used، مكان فارغ وبالذات في اوض الفنادق بنسميها vacancies. اللي فوق ديت او الواحدة على الشمال vacancies. رقم 5 an official paper، ورقة رسمية that says you are allowed to do something، اللي بتقول ان انت متاح ليك ان انت تعمل شيء او تخدم نفسك. self service self service. رقم 6 put a ticket in a place where people can see it، ها ان انا احط تيكت على مكان بحيث ان الاشخاص ان هم يشوفوه. ها pay and display pay and display. طبعا رقم 7 great in size او importance، اللي هي الميجر كريدت كاردز ميجر كريدت كاردز. رقم 8 the giving of food and drink to someone in a restaurant، ها معناها ايه بالظبط؟ برضو pay and display، ان انا اقدر ان انا احط فلوس مقابل خدمه معينه زي الفود او زي الماني. رقم 9 coins of low value، العملات اللي قيمتها قليلة اللي هي no change given no change given. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاكسرسايز اللي في الصفحة اللي بعدها 24 في الجزء الخاص بالابريفيشنز. والابريفيشنز هي عبارة عن مجموعة من الاختصارات. في الجزء دوت بيقول لي ايه في الليترز اللي موجودة قدامي، الليتر ده والليتر اللي تحتيه وكمان اخر واحد، ايه في الليترز ديت مقابله الاختصارات ديت. ريفرنس ها ايه في الليتر اللي قدامي دوت الاختصار بتاع ريفرنس. بالظبط ريف اي ار اف اي ار اف اللي انا واقفه عليها بالسهم دلوقتي ديت ريف اي ار اف اختصار ليه is short for reference. فانت هتختار ها بالظبط reference اختصارها r e f. طيب رقم 2 a is short for that is a is short for that is that is اللي هي اختصار الاختصار بتاعها هو i full stop e full stop اللي هو that is اللي انا واقفه عندها دلوقتي بالكرسر، اختصار لكلمه اللي هو او الذي ايه يشرح من بعده. طيب رقم 3 is short for please turn over، يعني من فضلك اقلب الورقه او اقلب الخطاب. ايه في الليترز اللي قدامي اختصار ليه please turn over. بالظبط بي تي او بي تي او. تمام. فانت لو سالت بي تي او is the abbreviation of ها please turn over ولا
اي اختيار تاني انت هتختار هي اختصار لي please turn over. طيب رقم 4 A is used to mean the letter is about this subject. A في الجزء اللي قدامي ده اختصار لي الخطاب ده بخصوص. ها بالظبط re R-E اللي هي اختصار regarding يعني بخصوص. فرقم 4 هنستخدم فيها re. طيب رقم 5 A is used before your name if someone signs the letter for you. ايه اللي بيستخدم قبل اسمك لو كان في شخص بيوقع مكانك؟ ها بالظبط اللي هي PP اللي قدامي دلوقتي قدام التوقيع PP، وهي الحقيقة اختصار للكلمة ديت اللي قدامنا اللي هي peer procurationum. peer procurationum يعني شخص يوقع بدل الآخر، فهي اختصارها في أي جواب أو أي خطاب PP. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض الرقم اللي بعده اللي هو رقم 6 نقط is used to mean copies are being sent to these people يعني نسخ أو إيميلات تانية اتبعتت لي الأشخاص دول اللي هي اختصار لي ها CC اختصارها CC. تمام. فمحتاجين نعرف الاختصارات ديت معناها ايه، ومحتاجين كويس جدا نركز في الشكل العام بتاع الاختصار. طيب تعالوا نشوف مع بعض exercise B، وexercise B في نفس الصفحة اللي هي 24 بيقول لي what do the abbreviations in this sentence stand for. الاختصارات اللي موجودة في الجملة ديت الشكل الكامل بتاعها ايه؟ تمام. فمثلا اول واحدة هي please get in touch ASAP. ASAP اختصار لي ها as soon as possible. هو هنا حتى حاطط لك كلمة possible اهي، تعالوا نكتبها سوا ها اختصار. تمام. اختصار عندي موجود اللي هو ASAP. ASAP اختصار لي as soon as possible. as soon as possible. تمام. طيب تعالوا بعد كده نشوف عندي رقم 2 FYI I'm staying at the Kiran Hotel. FYI FYI هو هنا عطيل انها اختصار لحاجة اخرها information. ها what do you think؟ بالضبط FYI هي اختصار لي for your information. ها for FYI اختصار لي for your information. تمام. طيب تعالوا نشوف التالتة اللي هي FAO Kevin Phillips Credit Controller. ها FAO اختصار لإيه؟ FAO لما بيكون أنا كتباه في خطاب أو في إيميل بكون قصدي للأستاذ أو للمستر أو للسيد اللي موجه لي الخطاب. فال FAO اختصار لي for the attention of. for the attention of هكتبها لكم هنا اهوت FAO اختصار لي for the attention of يعني موجه لي السيد او موجه لي الاسم اللي جاي وراء الاسم، علشان كده حتى هو حاططها لي في الكتاب اخرها of. for attention of Kevin Phillips يعني موجه لي Kevin Phillips، او هذا الخطاب ادرست لي هذا الشخص. تمام. وبالشكل دوت نكون سريعا عملنا الاجزاء اللي في الصفحتين دول. محتاجين نذاكر كويس جدا جدا الابريفيشنز، ومحتاجين كمان نعرف النوتسز اللي فوق اللي في الصفحة ديت والشكل الكامل بتاعها، او هي بتقول ايه يعني الجملة نفسها ديت بيساوي ساين او نوتس اسمها ايه. اشوفكم على خير في ديسكشن جديدة. جود لك.